دي رسائل مهمة يعني طبعاً. واضح يعني واضح جداً. إن زي ما بقول لك رسائل مهمة سهام، وكمان في نفس الوقت في تأثر شوية من اللعيبة، لأن صحيح. مؤمن عاش كتير جدا، يعني عاش في حتى في مدينة نصر، كنا مدينة نصر ده فرع النادي الأهلي، هناك بيكون في مكان لإقامة الولاد في قطاع الناشئين، فمؤمن بات هناك كتير جدا وعاشر لعيبة كتيرة جدا على مستوى قطاع الناشئين لغاية ما صعد للفريق الأول والنهاردة موجودين. فطبعا كان في أكيد برضو حالة من الحزن والتأثر شوية من بعض اللعيبة اللي كانوا قريبين منه جدا في الوقت ده، لكن كمان شايفين الروح المعنوية، وده الأهم صدقوني. يعني موضوع طبعا الفلوس مهم جدا، وان النادي وبيقف جنب مؤمن وبيديله عقده لمده 3 سنين بما فيهم حتى نسبه المشاركه، ده شيء يحترم جدا جدا من النادي الاهلي، لكن خلوني اكلمكم بكل امانه، الفلوس مهمه، لكن كمان اللمه ديت والروح المعنويه اللي انا اعتقد بيبقى ليها دور كبير جدا جدا في حتى في الشفاء، يعني حتى الهيلينج والروح المعنويه العاليه اكيد هتساعد ان شاء الله مؤمن ان هو يجتاز المرحله ديت. وسمعنا كابتن سيد عبد الحفيظ، سمعنا وليد سلمان، واحنا كمان بنقول لك احنا ان شاء الله مستنيينك ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله الموسم القادم تكون تعافيت وتكون موجود في الملعب ان شاء الله باذن الله. يا رب ويا رب، هو متاكد ان كل الناس بتدعي له، ده حقيقي، وانا والله بدعي له من قلبي بجد، واكيد كل الناس زي ما قلت لكم بتدعي لك يا مؤمن، انت تستحق مظاهر الحب دي. وشفنا جمهور الاهلي يمكن زي ما قلت لكم اكتر من مره راح قدام بيته بيقدم له الدعم الكبير، والنهارده زي برضو ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي بينفذ اللي وعد بيه وبيصرف مستحقات ابن النادي في مشهد اكتر من رائع الحقيقه، وبيوضح للجميع انه الاهلي عمره ما بيتخلى عن ابنائه يا جماعه، وان كل اللي بيحصل بره ده مجرد غلوشه، ان انت تتاخر عن ابنائك ده عمره ما كان بيحصل. ف النهارده يمكن في الاجراءات الاداريه وموافقه وزاره الشباب والرياضه هي ديت اللي اكيد طبعا بتاخد يعني حيز او بتاخد وقت، لكن كلها امور بتمشي، واول ما الامور انتهت خلاص النهارده بيصرف مستحقاته، وده حقه علينا يعني، وحقه على كل الاهلاويه، لاننا هنا في الاهلي كلنا عايشين في البيت الكبير، البيت ده بيجمعنا اللي بنكون فيه جنب بعض في وقت الأزمات والمشاكل. إن شاء الله الأزمة دي تعدي، ترجع أحسن من الأول وترجع تسعد جماهيرك. أكيد طبعا كل الكلام اللي احنا سمعناه من اللعيبة وكابتن سيد عبد الحفيظ كلها دي مشاعر، مشاعر زي ما بقول لكم هي مشاعر أخوة، مشاعر البيت الواحد، مشاعر البيت الكبير زي ما بنتكلم. مؤمن على مستوى الأخلاق يعني لاعب رائع جدا جدا، على المستوى الفني ما شاء الله هداف كبير وبيجيب أجوان كتيرة بشكل مميز جدا جدا، لكن خلينا تاني أقول، ويمكن سهام أكدت على النقطة ديت في وقت من الأوقات، قالت بص النادي الأهلي مش واقف جنب مؤمن، لا يا جماعة النادي الأهلي عمره ما ساب واحد من ولاده، النادي الأهلي وخاصة وحط 100 خط تحت، وخاصة ديت الناس اللي النادي الأهلي عارفة إن هو شاريهم، وهم عارفين يعني مقدرة النادي الأهلي وإنهم مقدرين الكيان اللي عايشين فيه، وعمر النادي الأهلي ما ساب. من فترة من الفترات قال لك ده سايبينه والراجل ولسه بيلموا له فلوس، لا كلها كانت إدارية، أمور إدارية من مجلس مع وزارة الشباب، اللي بشكر طبعا الدكتور اشرف صبحي مع طبعا مع الاداره مجلس اداره النادي الاهلي. النهارده شفنا على المستوى المادي لا مؤمن بياخد ال3 سنين بتوعه، على المستوى المعنوي كمان يعني ما شاء الله اعتقد كان مظاهره حب من الجميع، ومظاهره يعني بتقول لمؤمن يعني ان شاء الله باذن الله كلنا بندعي لك، مش النادي الاهلي بس، مش اخواتك بس، مش مجلس الاداره بس، مش جماهير النادي الاهلي بس، لكن انا متاكد ان جماهير النادي الاهلي كلها بتدعي لك. وفي رسالة، وعندنا كان رسائل كتيرة جدا من لعيبة النادي الأهلي، تعالوا نشوف برضو بعض رسائل لعيبة النادي الأهلي المؤمن ونرجع مع حضرتك. تعرف معزتك عندنا كلنا وكلنا قريبين منك، وانت قعدت يعني وسطينا واكتر ما قعدت وسط اهلك. أنا واحد من الناس يعني مستني رجوعك لينا إن شاء الله في أقرب فرصة، أنت قدها ودي محنة من عند ربنا، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمنا كلنا وتبقى موجود في وسطنا،
نرجع نكسب تاني ونحقق بطولات تاني وهناكل بانيه تاني مع بعض. ما تقلقش باذن الله ربنا يتم شفاك على خير. طبعا يعني مؤمن مش غريب عليا خالص، مؤمن من ايام ما انا كنت في الناشئين، كان معايا على طول في الفرقه معايا، احنا من يعني احنا في سن بعض، وبقول له ان شاء الله يعني ترجع بالف سلامه وانت في وسط اخواتك، وان شاء الله ترجع لنا تاني ونشوف اهدافك تاني ان شاء الله، وترجع لنا كده وتجيب لنا بطولات دايما على طول، وانت على طول مؤثر معانا والفرقه كلها جنبك واحنا في ظهرك على طول. يعني انا يمكن صغير في السن ويمكن عديت بتجربه صعبه بتاعت الرباط الصليبي، لكن انا والله العظيم ثلاثه اقسم بالله في كل صلاه في كل قبل ما انام اقسم بالله يعني ربنا وحده يعلم، انا ما كنتش عايز اقول بس يعني والله بدعي لك اكتر ما بدعي لنفسي مؤمن، وكلنا اقسم بالله العظيم ثلاثه بندعي لك، وكلنا اقسم بالله يعني بقينا نحبك اكتر ما بنحب نفسنا والله العظيم يا مؤمن، وبنتمنى لك انك ترجع قبل ما اي حد فينا يرجع. لا بنيك يا حبيبي، وعشني يا حبيبي.